مرحباً، أرجو أنك بخير. ها هي حكاية في العهد الجديد من الكتاب المقدس. عيسى هو الذي يرويها لأصدقائه، أتباعه الاثني عشر. كانوا دائماً مع عيسى ويحبون سماعه. عيسى كان يعلمهم كيف يعيشون بطريقة ترضي الله، لكن أحياناً الأمر صعب للفهم. الله مخفي وملكوته ملكوت السماوات أيضاً. إذن عيسى كان يتحدث دائماً بالأمثال. إنها حكايات الحياة العادية والتي تساعدنا في فهم كلام الله. فذات يوم ها هو عيسى بدأ في روي حكاية جديدة. اسمع. في أحد الأيام ذهب رجلان للصلاة في المعبد، البيت الذي يصلي فيه اليهود. قد اختار الله منذ زمن بعيد جداً شعباً اليهود. هذا الشعب يجب أن يعيش حسب شريعة الله، إذن كان مختلفاً عن باقي الشعوب. هناك رجال يدعون الفريسيين يدرسون شريعة الله لليهود، كانوا مثل مدرسي المدرسة. يدرسون كل يوم شريعة الله التي هي في العهد القديم، وذلك كي يعجبوا أكثر لله. لقد اخترعوا شرائع أخرى كي يبينوا لليهود كيف يعيشوا لله. الله لم يرد ذلك، ولكن الفارسيون كانوا متمسكين كثيراً بهذه الشرائع الجديدة والتي تسمى التقاليد. إنهم يحرصون على كل ما يعملونه، وذلك في أصغر الأمور. والفارسيون يحسبون دائماً أنفسهم أفضل من باقي اليهود بسبب هذا. ها هو أحد الرجال الذي أتى يصلي، هو فريسي، وعيسى أخذ يحكي عن صلاته. كان مفتخرا بنفسه ويقول: يا إلهي، أحمدك لأنني لست كباقي الناس، إنهم سراقين ظالمين ويعملون الشر، أو حتى كالعشار هناك. أنا لا أكل مرتين في الأسبوع من أجلك أنت، وأعطي النقود من أجلك أنت أيضا. كيف تجد هذا الفريسي؟ لا يهتم بالغير، أليس كذلك؟ هل هو أفضل من الغير؟ على كل حال فهو مقتنع بنفسه. ترى هذا التصرف يسمى التكبر. في كتابه المقدس الله يقول لنا في رسالة الأولى لبطرس 5:5: الله يقاوم المتكبرين ولكنه يرحم البسطاء. وأيضا في رسالة يعقوب 4:11: لا تتكلموا على غيركم من الإخوة بالشر، الذي يتحدث بالشر عن أخيه أو يحكم عليه فهو يؤذي الشريعة ويحكم عليها. في الواقع هذا الفريسي يعرف شرع الله، لكنه لا يفهم ما يريده الله، أي قلب مليء بالمحبة للآخرين مثل قلب عيسى. ترى أن الله يريد أن نقرأ الكتاب المقدس. نحن لسنا أفضل من الغير، يجب بالعكس أن نحبهم وأن نعتني بهم، لأن هذا ما يدرسه لنا الكتاب المقدس، وإلا فهو مجرد كتاب عادي. وننسى أن الذي كتبه هو إله محبة. لكن من هو الرجل الثاني الذي كان يصلي؟ عيسى قال عنه أنه عشار. في عهد عيسى الرومان انتصروا في الحرب على إسرائيل أرض اليهود، وهم الذين يقررون في كل شيء، فإنهم يطلبون النقود من اليهود، إنها الضرائب، فهم مضطرين لإعطائها سواء كانوا أغنياء أم فقراء. إنهم يختارون رجالا من اليهود كي يهتموا بجمع هذه الضرائب لهم، وهؤلاء الرجال يسمون العشارين. إذن كل اليهوديون يكرهون العشارين لأنهم من شعبهم، ولكن يأخذون نقودهم للرومان. وفوق كل هذا فإن العشارين غالبا ما يطلبون أكثر مما يلزم من النقود كي يأخذوا منها، إذن فهم يسرقون شعبهم، ولكن لحسن الحظ ليس كلهم كذلك. في ذلك اليوم ها هي صلاة العشار. قبل كل شيء فهو لم يتمكن من رفع عينيه إلى السماء، كان يحس بالعار والخجل من نفسه، وكان يضرب في صدره كي يعبر عن مدى شر قلبه. قال: يا رب لا تغضب علي فأنا مذنوب. كيف تجد هذا الرجل؟
لا يتدخل في أمور الغير كي يحاسبهم، لكنه يرى قلبه ويعلم أنه يذنب ضد الله، فقد صلى كي يطلب الغفران من الله، التسامح والتصالح معه. لا يقول الله أن هناك سبب يستحق من أجله الغفران من طرفه، لا، فهو يعترف بحالته كمذنوب يحتاج إلى غفران الله. ربما حياته أسوأ من حياة الفريسي لسبب مهنته، لكن انظر ما قاله عيسى في نهاية القصة: أقول لكم، العشار دخل إلى بيته مغفور الخطايا ولا الفريسي، لأن الذي يظن أنه أفضل من الغير فإن الله يذله، حيث أن الذي يتواضع أمام الله فهو يرفع. والله يقول في كتابه المقدس في 1 صموئيل 16:7: الله لا يعتبر ما يعتبره الإنسان، فالإنسان ينظر إلى ما يجلب النظر، أما الله فيرى إلى القلب. هكذا يجب أن نصلي لله بقلب متواضع. الله لا يغفر لك لأنك تقوم بأشياء أفضل من الغير، لكن يريد أن تعترف أن قلبك شرير وأنك تحتاج إلى غفران الله والتصالح معه. إنه يحبنا كثيرا لدرجة أنه أعطى لنا وسيلة كي تغفر ذنوبنا. إنه بتصديق مضمون حكاية الإنجيل التي تستطيع سماعها إذ تجدها في موقعي وفي حكاية عيد الفصح. لنصلي الآن. سيدي عيسى، أشكرك لأنك ترى إلى قلوبنا، وإنك لا تحاسبنا بل تحبنا. إنك مستعد أن تغفر لكل من يطلب منك الغفران من كل قلبه. سيدي، شكرا لأنك الله والوحيد الذي باستطاعته إعطاء السلام. آمين. الآن سنقرأ نص هذه القصة في الكتاب المقدس في الإنجيل حسب لوقا 8:18 وفي الآية 9-14: وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرارا ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم، أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. قصتنا انتهت الآن. أقول لكم إلى اللقاء إلى قصة أخرى.